احلى تحيه لمشاهدي قناه التلفزه تي في، برنامج حماه الوطن ديما في الموعد، موجودين في ولايه صفاقس بالضبط في الشفار، ومعايا السيد العميد حسام الدين جبابلي. اليوم يظهر لي تتواصل عمليات للرجال اللي تحمي في تونس حماه الوطن وفداء الوطن، ديما مستعدين لاجل هذا الوطن العزيز الغالي، وكما نشوفوا ديما الرايه التونسيه موجوده في القلب، موجوده عاليه. اليوم سي نزار تعرف استدعيناكم باش تكونوا بحذانا، تحب باش نوريو عن كثب العمل نتاع مختلف المؤسسات، ستبدا بداية من التأمين الذاتي للمنشأة الحساسة، ثم لا قدر الله كي تصير وضعية معينة اللي فيها اعتداءات خاصة من طرف مجموعة إرهابية، إلا ويصير تفعيل كذلك المنظومة الأمنية اللي خاصة بالإقليم الجهوي بصفاقس، ونحن هنا في حقل أميكار، ثم الى يلزمها تقوم بتطويق الازمه الى حين قدوم اهل الذكر واهل الاختصاص والوحده المختصه في لانهاء الوضعيه. التمرين هو عباره على عمليه بيضاء ويندرج في نطاق تطوير مقدره العملياتيه، سواء كانت للوحدات نتاعنا او كذلك لمنظومه التامين الخاصه بالمنشاه الحساسه، اللي ما ثابها كونه مجموعه من الارهابيين تضم 5 اشخاص قاموا بسيطرة على حافلة لنقل العملة الخاصة بالمنشأة هذية، وقاموا بالسيطرة عليها ودخلوا بها المنشأة الحساسة، وقاموا باحتجاز رهائن، والهدف نتاع العمل هذي كله هو تفجير المنشأة. بالتالي تم تفعيل العمل خاصة الأولي والإشعار الأولي من طرف الوحدات الحراسة بالمنشأة الحساسة، اللي دخلت في وقت وجيز وحدات الإقليم الجهوي بصفاقس، اللي نقولوا نحن مختلف الاختصاصات نتاع التدخل، خاصة التدخل والتدخلات السريعة، وكذلك تسكير بعض المنافذ من طرف الوحدات المرورية اللي ما نشوفهمش لهنا لكن يبدأوا راهم في الأعماق. بالتالي وقاموا بالسيطرة على الوضع وتطويق المكان إلى حين اللي جات الوحدة المختصة وقامت بعدة المهام، باعتبار اللي كونه نحن لهنا ثم مجموعة محتجزة ورهائن محتجزة، بالتالي ثم رينا المفاوضات اللي قامت بها الوحدات المختصة إلى حين كونه قاموا بعملية التدخل من طرف أهل الذكر، وقاموا بالقضاء على المجموعة الإرهابية، وكانت الوحدة المختصة فيما بعد قامت بتحرير الرهائن والقضاء على المجموعة الإرهابية، ثم رينا التعامل مع جميع الأجسام المشبوهة اللي كانت متمثلة في الأحزمة الناسفة أو كانت متمثلة في العبوات اللي كانت باش يتم استعمالها من طرف وحدات. نحب نحكي على التجهيزات اللي موجودة والتعامل مع التجهيزات، رينا الأنياب، رينا زوز أنياب يظهر لي شاركوا في العملية، رينا الروبو اللي كان موجود، شفنا التنسيق، شفنا العملية كيفاش كانت معناتها دقيقة، وفما تنسيق مع جميع الوحدات الموجودة، فما قاعة الخيمة نتاع العمليات اللي موجودة قريبة، والتفاوض هذوما عناصر أساسية كونت العملية. بطبيعة أنت الأول كما بديت العملية رينا ثم التركيز خلية أزمة فيها مختلف المراحل اللي باش تتم، وثم استعمال مختلف التجهيزات اللي تم اعتمادها، سواء كان اللي تعاضد المجهود البشري كما رينا الأنياب اللي قام بالتدخل نتاعه وهو مختص في العمل نتاعه خاصة في الهجوم ويقوم بعملية بور نوتراليزي الانمي، ثم رينا التجهيز خاصة الروبو والرادار الروبو الآلي اللي يقوم بالسيطرة على بطبيعة الحال اللي باش يخدمه هو واحد من الوحدة المختصة والمختصين في التعامل مع الآلة هذية باش يقوم بتحطيم الجسم المشبوه، وكذلك كيفية التعامل من طرف فوج إبطال مفعول المتفجرات من خلال نزع الحزام الناسف والتعامل معه بالطريقة الصحيحة اللي يلزمها تكون. كيف رينا الجانب الصحي مهم كي يصير فما اصابات، رينا كيفاش تمت العمليه والتدخل واخراج المصاب من الموقع نتاع العمليه اللي هو يكون في الواقع خطير جدا ويكون في تبادل اطلاق نار، لكن فما احترافيه كبيره في التعامل معهم، يظل مش اي حد ينجم يدخل في موقع نتاع عمليه ارهابيه ويقوم بانقاذ الارواح. نعطيك فكره على الوحده المختصه خاصه الجانب التدخل في الاسعاف الطبي المتقدم في اثناء المعارك.
نعطيك فكره اللي كانوا احتل في الباش دو غارد نتاع التكتيكال ميديسين في المانيا اللي هي مجله خاصه بالوحده المختصه في المانيا، وكانت تقريبا خذت الدوتيير نتاع الباش دو غارد، اضافه الى كونه ثم خمسه صفحات وكتبت على مختلف العمليات اللي تقوم بها التدخل الصحي الطبي المتقدم اثناء المعارك من طرف الوحده المختصه. ورينا التعامل كيفاش يصير وحسب ما ريتو، رينا التعامل نتاعهم كيفاش كان بحرفيه عاليه الى حين تم الاجلاء نتاعهم، وكان ثم مجموعه اللي قامت بعمليه الصد نتاع الاعتداءات على الارهابيين لقدر راه كانوا نجموا يردوا الفعل على المجموعه هذيك. ورينا سرعه التدخل ورينا سرعه الانجاز وثم عمليه الاجلاء الصحي اللي صارت للمصابين. في الختام نحب نقول ربي يحمي تونس ورجال ونساء تونس اللي يحميه في البلاد هذيا ويسهروا باش احنا نقعدوا في امان ونعيشوا وصغارنا يكبروا في امان وتونس تقعد محميه. خلي كلمه الختام المواطنين التونسيه تحكي لنا كلمه على كامل السلك الحرس الوطني والاستعدادات الامنيه للموسم السياحي مره اخرى، ديما نذكروا لانه مهم جدا الفتره هذه. نحن رينا توا بالنسبه حتى لهنا في العمل هذايا نتاعنا اللي هو ديما بالاشتراك سواء كان مع مؤسسات عموميه او مؤسسات خاصه او حتى مع مؤسسات الدوله، رينا كيفاش ثم عمل مشترك في جميع المجالات، رينا في المجال الطاقه والمناجم، رينا من كذلك في المجال التربيه والتربوي وخاصه المنظومات المشتركه وخاصه وحداتنا اللي موجوده وتامن المؤسسات التربويه خاصه من خطر المخدرات، رينا كذلك التعامل مع المؤسسات السياحيه وكذلك الجلسات اللي قاعده تصير مع المؤسسات السياحيه سواء كان في ممثله في وزاره السياحه او حتى في النزل الخاصه واصحاب النزل في خصوص تفعيل التامين الذاتي بالنسبه للعمال اللي موجودين والموظفين الخاصة بالمؤسسات السياحية، وكذلك وحدتنا كيفاش تنسق في كل مرة في لقدر الله تصير ثم اعتداءات كما صار وقامت الوحدة المختصة معها في النزل احدى نزل في الضاحية الشمالية في تونس العاصمة في صورة ما صارت عملية مشابهة للي شفناها احنا توا، وقامت وحدتنا بالتدخل والسيطرة على الوضع. دونك الموسم السياحي ان شاء الله باش يكون احنا ديما التحدي نتاعنا يلزم السنة ديما خير من عام ناول، رينا عام ناول ما ثماش العديد ما ثماش برشا اشكاليات، رينا ثم كونه ثم نسبة كبيرة نتاع السياحة، السنة زاد نتوقعوا كذلك في نسبة أكبر، وحدتنا باش تكون حاضرة في تأمين الموسم الصيفي سواء كانت على الشطوط أو في النزل أو بالتنسيق مع مختلف الاختصاصات نتاع السلك، وللبيت رب يحميه ولتونس ثم رجال ونساء تحميها سواء في مختلف اختصاصات سلك الحرس الوطني، خاطر اللي يخدم في الحدود موجود وقاعد في ولا يخدم تواتر عليه الليل بالنهار في حمايه السياده الدوله التونسيه، اللي يخدم في البحر كذلك، اللي يخدم في المرور وفي الامن العمومي، وخزور لي ريت جميع النجاحات اللي تقوم بها ادارات الاستعلام ومكافحه الارهاب وكذلك مختلف اختصاصاتها، راه حط في بالك اللي ثم وحدات تدخل وتدخلات سريعه اللي هي تنجح فك العمليه هذيك بور غارونتير لوبيراسيون تكون معناها هادفه وناجحه كما نحبوا احنا. وفي الاخير وفي الاخر بكل نقولوا راهي بالنسبه الوحده المختصه للتونسيين وهي فخر تونس وهي فخر التوانسه الكل اللي وحاضره للتدخل ليلا ونهارا بمختلف اختصاصاتنا في مختلف انحاء الجمهوريه بالليل والنهار. يعطيكم الصحه، شكرا استاذ العميد. هي الحدث هذا اليوم اول مره يصير في منشاه عموميه واول مره يصير في منشأة بترولية وغازية، الحقيقة معناتها الجاهزية والمهنية متاع قوات الأمن متاعنا، الحرس الوطني متاعنا، الحماية المدنية معناتها جاهزية تامة، الاستثمار الاستثمارات اللي بتصير في قطاع الغاز ولا قطاع البترول مؤمنة من الجوانب الكل، معناتها هي مؤمنة على خاطر الاستثمار في تونس، معناتها تونس بلاد آمنة للاستثمار أكثر من أنها آمنة للاستثمار، حتى كمنشآت حساسة معناتها الجاهزية متاع القوات الأمن متاعنا معناتها العناصر الأمنية متاعنا الحقيقة في مستوى رفيع جدا، تبارك الله كلهم شباب معناتها كلهم نشاط وكلهم مهنية يخليوا اللي أي استثمار في تونس في القطاعات هذه إن شاء الله ما يكون كان ناجح ومثمر.